اليوم نحن نواجه هجمة، وهذه الهجمة تتمثل في هذا الهجوم يتمثل في عدم قبول البوليزاريو لانعقاد المنتدى منتدى مونتانا. وهذا هذه اللقاء الدولي ما جاء صدفة، ولكن جاء بعد مقامة المدير ديال مونتانا سيد جان كلود وأعضاء المنظمة قاموا بدراسة عميقة للداخلة، وهم اللقاء دايرينه من أجل يعني تعزيز وتقوية التعاون جنوب جنوب، وجبروا عن مدينة الداخلة هي بوابة لا ميديتيراني على الصحراء وعلى الساحل على إفريقيا وعلى الساحل. إذن يعني جغرافيا جهات الداخلة متطابقة مع أهدافهم هم في انعقاد هذا المؤتمر، لأنه يخص يعني تعزيز العلاقات كما قلت جنوب جنوب. هذا هو علاش اخترت مدينة الداخلة أيضا للاطمئنان والهدوء والأمن والاستقرار اللي تعيشوا هذه الجهة، واللي متزامنة مع هذا ماشية بنمو اقتصادي عجيب ورائع، وبالأخص في الميدان السياحي اللي عاد يجلها يوما بيع اليوم أكثر من السواح. ونحن اليوم ندوا بهذه الهجمة اللي هذا الهجوم اللي قايم به البوليزاريو ودعايته، وأيضا اللي قايم به مولي الجزائر، ولكن نقوله عن هذا انعقاد كروس مونتانا في صالح الصحراويين سواء أي مكان، سواء الصحراويين اللي في تندوف وسواء الصحراويين اللي هون. لماذا اللي بصالحهم؟ لأن الصحراوي اللي في تندوف كلما تنمت هذه المنطقة وكلما ازداد التطور وازدهار إلى جهوة عايد يجبر يعني تلبيات حاجياته الضرورية في السكن إلى آخره، وكلما ضعفت هذه المنطقة يجبر أيضا على النوم ما يجبر ذاك اللي كان يطمح له هو من قد العيش الكريم. وكروس مونتانا في الوقت اللي قام هما 2005 قامت هذه المنظمة وعرضتها على بوتفليقة وقالت في جنيف، وقالت البوتفليقة أعلنوا وأعلنوا من فم من عند كروس مونتانا أعلنوا لا هي بدأ يعني سياسة الوئام والسلم في الجزائر. المغرب ما قال والو، ولا قام بدعاية ضد هذا اللقاء ولا قام بشيء، لأن شيء كامل يخدم السلم والوئام احنا معه. اليوم الجزائريين والشعب الجزائري لخص لاغنى اليوم حتى هو يعود معنا، لأن هذا انعقاد هذا المؤتمر في جهة واد لهب القويرة وفي الداخل بالضبط حضرت هذا الإقليم ما هو إلا مساهمة في تعزيز الأمن وتعزيز الاستقرار، وأيضا مساهمة في إيجاد حل سلمي لهذه القضية اللي طال أمدها وعانى منها الصحراوي سيانة هنا وسيانة في المخيم.